كان الناس يسموني الجزائر، كان يقول لك الجزائر القديمه، كان يقول لك ورا هذاك الجي لا بلونش، ورا فيو الجي، كل واحد واش يسميني لو بونكوا لا ميموار دو الجي لا ترافير ان كوليكسيون لو تامبر لا كارت بوستال لو بيي اي لي بيس دو كوليكسيون مونيتير. وذاكرة الجزائر هي تحمل معاني كثيره ومعاني كبيره يعني لهذه الامور اللي انا نعملوا فيها. الهاوي فاروق عزوق من ولاية الجزائر العاصمة، الذي له باع طويل ويحوز في جعبته المئات من الآلاف من الطوابع البريدية التي تحاكي واقع الطابع البريدي عبر العصور، وبالخصوص الطابع البريدي الجزائري. والأسطوانة هي يعني من بين النواذل اللي نكسبهم، واللي عندي أنا كهاوي للجمع. أسطوانة هي عبارة عن النشيد الوطني، ومصور فيها المجاهدين وحاملين الراية الوطنية. والأسطوانة الثانية جزائرنا، وهذا يعني أفتخر بما لدي من تراث الوطن الحبيب الجزائر. يعني 33 سنة وحنا رانا موجودين في الشارع، يعني لو حب هذا كان يعطونا كيوسك 2 متر كاري يكفينا الانسان وين يستر روحه ويخبي راسه. هذه هي.